المضمر العالمي محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس لكل الفائزين في الشوط الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب بكم مرة أخرى في هذا اليوم وفي هذا السن، سن الكبار وسن الحول والزمول، في اليوم 27 من شهر سبتمبر لعام 2013 تنطلق هذه التحديات، تحديات الذلل الأصايل المنطلقات في ميدان التحدي. كما نبارك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز منصورة بالشوط الرئيسي في هذا اليوم، في هذا اليوم، ونبارك أيضا لمن حصل على الشوط الرئيسي وهو كيف لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني على حصوله على الشوط الرئيسي الخاص بالزمول. ها هو الشوط ينطلق وشوط آخر ينطلق وتحديات أخرى تندفع في هذه اللحظات وهذا التميز والإبداع. ناخذ المركز الأول وهنا الشحانية في مقدمة الشوط أو شديدة في مقدمة هذا الشوط، تعود ملكية شديدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. مشاهدينا الأعزاء في المركز الثاني في هذه اللحظات، مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات وشعار صاحب السمو الشيخ محمد لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني. شديده قادمه، شديده قادمه، والشده مع شديده قادمه بكل قوه. يا سلام، المعركه ما بين هجن سعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني ما بين الدوحه وشديده، ولكن سلامي للدوحه، تهانينا للذهبي سالم بن فاران المري يستاهل الفوز. المركز الثاني شديد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. في المركز الثالث شواهين، وفي المركز الرابع الظبي لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وفي المركز الخامس وصلت مزنة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. تهانينا والناموس لمالك الدوحة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. التوقيت الزمني 9:43 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن فاران المري الذي قدم الدوحة في هذا الشوط. المركز الثاني وصلت شديدة وتوقيت شديدة 9:44 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث شواهين لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. توقيتها الزمني 9:45 جزءا يتيما من الثانية.